الناس اللي بتقول لكم ما تحلموش، الناس اللي بتقول لكم فريق سان داونز ده اصله فريق هجمه مرتده وعندهم لعيبه صراع، هو فعلا فريق هجمه مرتده وفعلا عندهم لعيبه صراع، لكن الناس اللي بتتكلم دي ما تعرفش معدن لعيبه النادي الاهلي، ما تعرفش معدن جمهور النادي الاهلي، ما تعرفش يعني ايه استاد يبقى مملي على اخره والاستاد كله بيقول اهلي في كلمه واحده. مش عايز احباط، مش عايزين اي شيء، عايزين حاجه واحده فقط نفكر فيها، نفكر في ماتش بكره اللي هنتكلم عنه النهارده كتير جدا، وبعد كده نفكر في مباراه سان داونز يوم السبت اللي فات. بس انا بقول لحضراتكم التسلسل اللي ماشي او اللي بيتقال، لان الكلام ده اتقال لي انا شخصيا، اتقال لي انا شخصيا، اتقال لي يا اسلام النادي الاهلي ممكن يجيب 4-5 تجوان بس في هجمه مرتده كده هيجروا ويعملوا. انت عارف بقى لعيبه سان داونز اصل لعيبه شداد ولعيبه صراع، واحنا الدفاع بتاعنا طبعا كلام، انا وجهه نظري ان هو كلام كان مظبوط في المباراه السابقه، ولكن بعد ما كلمت تقريبا 3 ارباع اللعيبه وكلهم قالوا لي حاجه واحده بس، احنا مش عارفين ايه اللي حصل، وبالتالي احنا قفلنا الصفحه دي، مش قفلنا الصفحه ولكن قفلنا هذه المباراه. المباراه دي انتهت، المباراه دي فيها مباراه عوده يوم السبت القادم. عايزين تعرفوا النادي الاهلي عمل ايه خلال السنوات السابقه؟ عايزين تشوفوا النادي الاهلي عمل ايه؟ انا بكلم الناس اللي ما تعرفش النادي الاهلي، انا بكلم الناس اللي مش شايفه النادي الاهلي بيعمل ايه. الحكايه مش حكايه فوز، الفوز ده بتاع ربنا او النتيجه دي بتاعت ربنا. ممكن نكسب ممكن نكسب 5-0 ولا قدر الله نتغلب مثلا بضربات الجزاء، ممكن جدا، ممكن تكسب 1، ممكن تكسب 2، ولكن الاصرار، العزيمه، اللعيبه اللي موجوده ترجع روح الفانيلا الحمراء اللي احنا كلنا اللي شفنا الكليب اللي كان في اول الحلقه، هو ده الكلام اللي احنا نقوله، هو ده الكلام اللي احنا او كل جمهور النادي الاهلي بيقوله، كل جمهور النادي الاهلي بيبقى واقف مع فريقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. اوعوا تفتكروا ان الكلام اللي بيتقال ده من الممكن جدا ان هو يؤثر على اللاعبين. اللعيبه كلهم على كلمه واحده فقط، احنا مش عارفين ايه اللي حصل ولكن احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، وبالتالي احنا اللي هنخرج نفسنا من الموقف ده، احنا اللي حطينا اسم النادي الاهلي في هذا الموقف، وبالتالي احنا اللي هنخرج نفسنا من هذا الموقف. خليني اوريكم حاجه بسيطه كده بس من اللي عمله الاهلي سابقا.